أهم وقوع أفلام ومسلسلات شهر 8 أوغست، تعالوا نستعرضهم سوا. لايك وفولو ليتس جو. بتاريخ 3 أوغست راح ينزل فيلم جيسون ستيثم ميك ذا ترينش الجزء الثاني صالات السينما، وراح ينزل البارت الثاني من الموسم الثاني من مسلسل محامي لينكولن على نتفليكس. وب 8 أوغست راح ينزل المسلسل الكوري زومبي فيرس على نتفليكس. وبتاريخ 10 أوغست عندنا فيلمين بالسينما، فيلم الاكشن جراند توريزمو وفيلم الرعب ران رابيت ران. وبنفس اليوم ب 10 اوغست راح ينزل مسلسل بين كيلر على نتفليكس. وبتاريخ 11 اوغست راح ينزل فيلم الغموض هارت اوف ستون برضو على نتفليكس. وبتاريخ 16 اوغست راح ينزل المسلسل اللي يتكلم على قضيه جوني ديب وامبر هيرد برضو على نتفليكس. وب 18 اوغست راح ينزل فيلم دي سي بلو بيتل في صالات السينما. وبتاريخ 24 اوغست راح ينزل الموسم الثالث من مسلسل نبوه راجناروك على نتفليكس. واخيرا بتاريخ 31 اوغست عندنا ثلاث اعمال مهمه، عندنا فيلمين راح ينزلوا بصالات السينما، الاول فيلم ذا ايكولايزر الجزء الثالث والثاني فيلم باربي بس غالبا حينمنع عندنا في السعوديه، والعمل الثالث هو مسلسل ون بيس الواقعي اللي راح ينزل على نتفليكس برضو بتاريخ 31 اوغست. سلام.